يقول هل يجوز أن نطلب من أي شخص ذاهب إلى مكة أن يدعو لنا؟ الصحيح نعم يجوز أن الإنسان طلب الدعاء من الغير. هو الأفضل الإنسان ما يطلب من أحد شيء وتكون علاقته مع ربه مباشرة، ما يطلب من أحد شيء. لكن لو طلبت من أحد تقول ادعو لي، خاصة رجل ترى فيه الصلاح وكذا، تسأله أن يدعو الله لك، ما في بأس إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ما قال له لا تطلب الدعاء من غيرك، فدعا له. والمرأة السوداء التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يذهب عني الصرع، ولم ينكر عليها، قال إن شئت صبرتي وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. وجاء في الحديث وإن كان يعني لا يثبت حقيقة فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد عمر أن يسافر إلى الحج قال لا تنسنا يا أخانا من دعائك، أو لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف هذا الحديث. لكن الشاهد من هذا أن طلب الدعاء من الغير جائز وتركه أحسن، لا تطلب من أحد شيئا، لكن جائز ما يضر إن شاء الله تعالى.